الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذ ما ينذرون. صدق الله العظيم. أيها الشعب العراقي الكريم، لا يخفى على الجميع إنما يقوم به الثوار من حملات دعم، من تعفير وتعقيم وتوفير السلة الغذائية للفقراء، إنما هو حرص منهم على محاربة فيروس كورونا وكسر تفشيه ودعم أخوانهم من العوائل المتضررة بسبب حظر التجوال، وأن هذه الحملات تجعل الثوار قريبين من جميع المواطنين وبالأخص الطبقات الفقيرة والمحرومة من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة. الأمر الذي بدأ يستشعر به الثوار خطورة الموقف على المدى القريب، حيث وصل الحال عند الفقراء بالتفكير في كسر الحظر محاولة منهم للعودة إلى كسبهم اليومي، وأن هذا الأمر سيؤدي بالنتيجة إلى انتشار الوباء ليأخذ منا المزيد من الأحبة. ومع كل هذه المؤشرات الخطيرة، نرى أن الحكومة وأحزابها الفاسدة لا تبادر بما يتلائم خطورة الموقف، وأن أصحاب القرار يقفون عاجزين عن حماية المواطنين في الوقت الذي يحصنون أنفسهم من هذا الفيروس اللعين، حيث لم نرى منهم إلا ما يدعو للخجل والعار كسرقات لثورات البلد لأكثر من 17 سنة وظلم لأبناء الشعب وقمع لمخالفيهم، وكان آخرها استهتارهم الواضح عندما اجتمعوا ليناقشوا خلافهم على منصب رئيس الوزراء، تاركين وراءهم شعبا يواجه الموت ببطون فارغة أمام وباء كورونا، هذا الفيروس الذي فضحهم أكثر من قبل، حيث بين الإعمار المقصود في القطاع الصحي ومن قبله الاقتصادي.